من جهتها أكدت تركيا اليوم أنها تتابع الإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان حركة تنقل الأفراد ونقل البضائع عبر معبر الجرجرات. وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصاي على أهمية فتح المعبر أمام حركة السلع والأفراد. وأضاف المسؤول التركي أن بلاده تدعم الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي عادل ودائم لقضية الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي.